بس شاطر ابي. تمام باي. ابي تتعلم. اتعلم. عينك يا محمد. بأي طريقة هي تحفر قالب المعمول؟ خالص. تعلم أبي عن نظافة. أعطيني يعني أنت المي أبي. قولي بنشربها. رحمة. تفيرو. وهيك سوينا قالب معمول خمس دقائق. هي واحدة من آلاف المهن السورية اليدوية الحرفية اللي بترفع الراس. الله يعطيك العافية. الله يسعدك. هي أخ يوسف اللي فصلنا قالب المعمول، هو ابنه الله يخلي له إياه، مأذنة الشحم، أخ يوسف منصور. هي محله بمأذنة الشحم، يعني بعد ما نطلع من متحف باشا شوي بصير على اليمين، الولادة على اليمين هو على اليسار. أي محل صغير وزلمة على كيفكم كمان.